تتواصل سياسة القبضة الحديدية بين المحتجين من سكان يابوس والمجلس الشعبي المحلي. المصادة أبوابه لليوم الخامس على التوالي جملة من المطالب المرفوعة بينها الطريق الرابط كرازة بيابوس. سيدي صورناه عندي البياس دي طاشي. حياك تشوف طريق. عينا دبنا ما كان والو. هذاك النهار جاء الوالي وجاء الوزير ودشنوا هنا وراح خلى الوزير راح هو هز الماتريال تاعو وراح. المير قال لي يا خويا قال لي ما عندي ما ندير لكم. أستاذ بالمدرسة الابتدائية الإخوة أبو العزيز كرازة، وكما راكم تشوفوا أخوتي راني نجي يوميا ونروح، ثلاث سنين معاناة، ترونسبور ما كاش، نروح على رجلية ونجي على رجلية. معاناة يومية يتكبدها السكان في الطريق المهترئة أنهكت الجميع. قلت هذا الطريق لما أسند إلى هذا المقاول، والمقاول هذا يعني إحنا محظوظين راهو منا من يابوس هو بلولي. لما كانت جات الحكومة الجديدة اصدرت تعليمات بان هذه المشاريع هذه كانت مموله من طرف الاداره المحليه لضال من الولايه، ثم فيه اجراءات اداريه اجراءات وتعليمات من الحكومه هذه الجديده لتسيير كل قطاع يسير القطاع نتاعو، يعني كل المشاريع التي راح تسيرها الولايه تولي ترجع للقطاعات نتاعها، من بينها هذا الطريق راح يولي لمديريه الاشغال العموميه. المحتجون رفعوا سقف مطالبهم وقرروا مواصله الاعتصام لاسماع صوتهم للمسؤول الأول عن ولاية خنشرة.